عندنا هنا بقى للسلطه. تعالوا نتكلم عن السلطه بتاعتنا النهارده. عندي سلطه الجرجير بالرمان. انا النهارده هضيف لها شويه حاجات كده حلوه، ان شاء الله تبقى سلطه جميله مغذيه مفيده. الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها مقاومه انسولين، الناس اللي عندها مشاكل في انها تاكل بعيش، نقدر نكسر من الخضار. الخضار كتير جميل. طيب تعالوا نقول ايه عندنا. الجرجير طبعا، خلاص انا هجيب لكم بقى صوره الجرجير والجنينه بتاعتي هنا، معلش عشان بس تطلع مع حضراتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه 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 بقى، ادي الجرجير وادي البصل الاخضر، وعندي بنجر مسلوق، البنجر اهو، وعندي كمان حمص لو موجود، عندي كوبايه رمان حب، عندي خيار، عندي فلفل الوان، عندي بصل احمر، عندي زيت زيتون وعصير ليمون ومعلقتين من دبس الرمان، وهستخدم السماء وهنتكلم عن فوائده وهقول لكم اللون الاصلي للسماء بيبقى عامل ازاي عن اللون اللي بنبقى ساعات شايفينه احمر فاتح، ده ما بيبقاش اللون السماء الاصلي. وملح طبعا وفلفل. طيب يلا بينا يلا بينا. بسم الله. هاخد اول حاجه كده، خلوني ايه اخد الاول البنجر. البنجر ده احنا سالقينه، والبنجر لوحده رائع. هنكسر بقى من انهي مشروب اللي نتكلم مع حضراتكم عليه؟ ايوه السطور اهو، المشروب الاحمر. نقدر ناخد بنجر زي ده، والبنجر عاده مش شرط نسلقه عشان نعمله عصير، يعني احنا نقدر ناخد البنجرايه. البنجرايه دي ممكن تبقى ايه، تبقى نيه، بنقشرها ومناخدش جزء كبير منها عشان الطعم بتاعها. انا بحاول اخدها بمعظم فوائدها. بصوا انا هقطع تقطيع كده ايه قريب من الشكل اللي انا عايزه يعني اعمله في باقي الخضار اللي احنا مقطعينه يعني. خلاص، فنقدر ناخد منه بنجرايه صغيره، ونقدر نخلطه مع الفراوله، كام حبه فراوله، وناخد معاهم حبه رمان صغيره يعني نص كوبايه رمان، وشويه ميه ومن غير سكر خالص. لو عايزين تدعموا للاطفال ممكن نعمل معاهم معلقه عسل ابيض. حلو الكلام. طيب المشروب ده مفيد قوي للدم، للمناعة، للناس اللي عندها أنيميا كبار وصغيرين. المشروب الأخضر بقى، نتكلم عن المشروب الأخضر. المشروب الأخضر ده ديتوكس رائع مفيد جدا، خصوصا تفاحية خضراء إذا تواجد، عودين كرفس، هنحط معهم بقدونس. في ناس بتحب تخلط الخيار، بتحط خيارايا عشان يبقى فيه نسبة ألياف كده حلوة للمعدة، بتخلط الخليط الأمور ده كله مع بعضه. معنا مين؟ معانا فاتن. أهلا وسهلا فاتن، أهلا بيك. أيوة معي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا، نورتينا. الله يخليك. تسلمي. انا بحبك جدا يا نور عيني، ربنا يخليكي. تسلمي. انا بصي انا كنت تابعك من زمان. يا حبيبه عمري، ربنا يسعد قلبك. اللي انت عاملاها جميله قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، اتفضلي معانا. اتفضلي. بقول لك الكفته دي ممكن الواحد يعملها زي الهمبرجر؟ طبعا طبعا، شكليها على شكل البرجر واعمليها على الجريل بس، وادعي لي بعدها. بس مش محتاجه حاجه تاني. انا بدعيك من حاجه يا حبيبه عمري. انا تبعيكي اصلا. ربنا يسعدك. قلبك الحلو يا حبيبتي والله، شكرا ليكي. شرف ليا متابعتكم والله، على راسي من فوق حقيقي. محبه حضراتكم دي غاليه عليا جدا جدا جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. يعني انا فعلا بسجد لربنا شكر كل يوم على محبه حضراتكم، لان دي نعمه كبيره ما يعرفهاش الا اللي فاقدها. واتمنى من الله انها ربنا يديمها نعمه علينا كلنا، لانها حقيقي حاجه حلوه. بصوا انا معلش انا هعمل الجرجير كده، لان انا في حاجه عايزه اتكلم عن الجرجير ده شويه. اولا تقدروا تحطوا مع المشروب الاخضر ده جرجير. الجرجير ده مفيد قوي، ويا سلام لو بنعمل ساندويتش جبنه او بنعمل جبنه بالطماطم حطوا جرجير، بتعملوا سلطه حطوا جرجير. عايزه اقول لكم مفيد جدا لصحه العظم. ده بقى اللي احنا شايفينه، ده دوره رائع في انتاج الكولاجين، غني جدا، مضادات اكسده عاليه جدا،
بيعزز المناعة جدا، صحة الجسم جدا، والجلد ممتاز، وللشعر ممتاز. احنا كنا زمان، انا فاكرة ايام مامتي ربنا يرحمها، كانت تخلط لنا الجرجير ده في الخلاط مع الصبار وتصفيه وتحطهن في شعرنا عشان يرطب الشعر ويطول الشعر، فرائع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن غسله. الجرجير عادة أي خضرة في الدنيا حضراتكم هتجيبوها ورقية هنجيبها تحت الحنفية، الأول هنشطف أول كام شطفة كده لما نتخلص من التراب والطين اللي بيبقى باين قوي واضح في المية. بعد ما بنعمل الخطوة دي لازم أجيب شوية مية أحط فيهم شوية خل وأسيب الحاجات الورقية دي شوية، وبعدين أبدأ أمسك الورقة بإيدي وأعمل كده عليها، لأن سطح الورقة بيبقى عليه شوية من البكتيريا. بصوا أوريكم بس الفراخ قبل ما تاخد لون كده، معلش هلف لكم، هلف ده. بصوا بسم الله، معلش أنا هعمل خطوة هنا، اسمحوا لي هطلعها كده. طبعا اللي عايزها كده خير وبركة. أنا بقى هعمل إيه عشان نديها طعم حلو؟ بسم الله، وهدخلها تاني الفرن. بصوا بقى بسم الله، اهي بسم الله، شايفين ازاي؟ تعالوا بقى ندخلها، هندخلها الفرن 5 ثواني وهنرجعها تاني نغرفها. لا لا، ما يتحطش من الاول. قال الجمهور طيب. اولا انا مش عايزاها كفته صايصه في الصوص، انا عايزاها كفته ناشفه ومدتني طعم، واللي عايز يحط منها اكسترا كده ياكلها مع شويه رز اللي هو تبليعه بسيطه هيعمل كده، اللي عايزها زي ما هي وتطلع مشويه مش هيحط لها الصوص ده، وهيروح عامله جنب الوصفه للي حابب، وهيحط فيها فحميه. خلاص يبقى احنا كده في الامان. تمام، ادي الجرجير، هشيل بس الحاجات اللي هي، طبعا احنا بننقي الجرجير ده، انا فاكره ممكن تقف على الحوض تنقي واحده واحده، حتى البقدونس حتى الشبت اي نوع من انواع الخضار. هاخد بقى ايه البنجر، انا بحب بصراحه الخضار ما يتقطعش كتير، ودي نصيحه دكاتره دايما يقول لك كل ما تقطع الخضار صغير كل ما تفقد كل الفيتامينز اللي موجوده فيه. احنا مش عايزين نفقدها، احنا عايزين ناكله ونتبسط بيه. وهو مسلوق ليه طعم مقبول للاطفال دون ان نخلط عليه توم او حاجات من دي، فهو مستصاغ. تمام، فاحنا عايزين ناكل بالشوكه حاجات مفيده ونكثر منه في الفتره دي. في كمان سلطات فواكه، سلطات خضار بيتضاف ليها الفراوله، بتبقى جميله جدا لان هي كمان مليئه مضادات الاكسده. الفراوله كمان نسبه السكر فيها قليله، ما هياش عاليه، فهي من الحاجات الجميله المفضله حتى للناس اللي عندها مقاومه انسولين، من انواع الفواكه المفضله والمحببه المطلوبه يعني. طبعا شويه صوص البنجر دول انا مش هرميهم، هرجعهم كده عليه. خلاص، طيب عندي بقى هنا شويه من الفلفل الاخضر والبصل الاحمر، طبعا احط بصل اخضر لكن الفلفل الاحمر جميل. هناخد شويه من الخضره الجميله دي الاخضر الحلو، فكروني بالكفته يا ولاد اذا تكرمتوا يعني. كل انواع الفلفل اتفقنا، اخضر احمر اصفر، غالبا بتكون نفس القيمة الغذائية، بيتشجع قوي وبتساعد في الحرق لأنه بينشط الغدة الدرقية جدا. بصوا كده رائع يعني. خلاص مش عايزة أحط كتير. بصوا بقى كم واحدة بصل أحمر، لأن أنا هضيف أخضر. بصل أحمر دايما فيه نسبة برضو سكر حلوة، وهو يفضل للسلطات عن البصل الابيض اللي بنستخدمه في الطهي. طبق سلطه محترم. عندي الخيار، بصوا انا مقطعه الحاجه، معلش انا يمكن ما بحبش السلطه اللي بتتقطع نمنم، ما بحبهاش، ما بستمتعش وانا باكلها لانه بحس دايما ان هي ضاع منها حاجات كتير. ادي الخيار، دايما تكون الخضروات اللي حضراتكم هتعملوا منها طبق سلطه التقطيعه تكون قريبه لبعض. خلاص، ادي الخيار، انا لو عصرت على الطبق ده ليمون بس من غير ملح فانا مستفيده منه، الملح الليمون بيحل محل الملح يعني يدينا طعم المزازه دي كانه فيه بالظبط ملح اهو. طيب
عندي شوية حمص، بسم الله، بسيط مش كتير اهو. عندكم فاصوليا بيضة، عندكم فاصوليا حمراء، اي حاجة من البقوليات ممكن نضيفها. معانا نهى من قنا، اهلا يا نهى. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبه قلبي. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي يا نهى سامعاكي. انا بحب سوا الله. يا رب يسعد قلبك يا نهى، شكرا لحبك ده يا حبيبتي. كفته البطاطس، كفته البطاطس من عندي ولعندي، نزل لنا يا نودي كفته البطاطس. حبيبتي شرفتيني ونورتيني، وتحيه لكل اهل القنا. انا حطيت الجلافز فين يا اولاد؟ اه يا ريت تفكروني. يا محمد نشلت يا ولاد؟ لا لا بس الحمد لله لقيته خلاص. يلا بينا، بسم الله. اوبا بابا بابا، بسم الله. بصوا كده، ايه ده، هنقدمها حالا. ايه الجمال ده؟ هاتوا بس كام بصله خضراء نظبطهم بقى مع بعض هنا. عايزين بقى تفتحوها، ماشي، يعني عايزين تفتحوها كده من النص. تسلم ايديكوا وعينيكوا. اوه ايه الجمال ده، تسلم الايادي والله. هاخد كده حبايبي، تسلموا، تسلم ايديكوا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكوا حبايب. بصوا اهو، خلاص يلا بينا بقى. هحط بس اخر حاجه النص بنجرايه دي كده، نكسر اللون عشان هي الاساس بالنسبه لي مع باقي الرمان. يلا بينا. الرمان ده حاجة عايزة أقول لكم مهم جدا للبشرة، ده بقى من الحاجات اللي بتقلل نمو الخلايا السرطانية، رائع جدا لصحة الدماغ والمزاج. عصير بقى الرمان نفسه مفيد جدا للجهاز الهضمي، عايزة أقول لكم في نسبة مضادات للالتهابات جميلة جدا، مفيد جدا للقلب. نعمل دريسنج، تعالوا كده هعمله مكان الرمان. هاخد كده رشة ملح ورشة فلفل بسيطة، مش بكتر الملح أبدا، وهحط معاهم شوية زيت زيتون وعصير ليمون وشكرا. اللي عايز يضيف بقى معلقة كمون براحتكم. ماشي، احنا لسه هنغرف الكفتة اهو، ندوب كويس وكده. شايفين ازاي السماق بقى؟ عايزين نتكلم عنه، انا هجيبه بقى عشان هرش اخر رشه من السماق. بصوا بقى السماق ده لونه عامل ازاي، غامق شويه. ده بيستخرج طبعا كلنا عارفين اكيد من شجره اسمها شجره السماق، دي شجرة معمرة بتعيش في المناطق الجبلية أكتر حاجة، ونسبة مضادات أكسدة عالية جدا، فيتامين سي. ده بقى من الحاجات الرائعة اللي بتقلل نسبة الدهون في الدم جدا، ومادة حافظة طبيعية للطعام عايزة أقول لكم. وده بقى الناس اللي عندها مشاكل في العضلات بيخفف من ألام العضلات. إيه، بقول كلام كويس؟ بسم الله. يلا بينا، تعالوا نقدم الطبق ده هنا في النص. الطبق ده لوحده غدا طبعا طبعا.